نيجي بعد كده نتكلم الحديث المنكر. الحديث المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة. خد بالك بقى، احنا قلنا ايه في الحديث؟ حديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو اوثق، يعني الروايتين ثقة ولكن في رواية اوثق من الاخرى. انما المنكر ايه؟ ما خالف فيه الضعيف الثقة، يعني في رواية ضعيفة ورواية ثقة، فيبقى ده فرق بين الحديث الشاذ والمنكر. تمام، يعني يكون الامر واضح عند حضرتك. الحديث الشاذ روايتين ثقة ولكن في واحدة اوثق من الاخرى. الحديث المنكر رواية ضعيفة ورواية ثقة.